اعتقلت السلطات التركية في اسطنبول نائب رئيس البرلمان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بيرفان بولدان. وأفادت قناة خبر تورك أن اعتقال بولدان جرى في منزله، وأكد بولدان خبر اعتقاله عبر تغريدة على موقع تويتر. وفي سياق آخر، أفادت تقارير صحفية بأن تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد الحياة. دكتور مدحت، يعني الانتهاكات اللي حصل في تركيا وتحديدا بعد الانقلاب الأخير غير مسبوقة في العالم كله. صحيح. ليه ما حدش بيتكلم عنها ولا حد بيعترض ولا أي منظمات حقوقية يعني بتشير إلى ذلك؟ لا أعتقد المنظمات الحقوقية غير الرسمية والأهلية بشكل عام يعني تتبنى موقفا رافضا لكل انتهاكات الحقوق والحريات بشكل مستمر. لكن المؤسسات الرسمية تكيل بأكثر من مكيال في هذه الأمور، تكيل بمكاييل كما تعلمون جميعا، يعني كلما كانت الدولة قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمية على الأقل يصمت عن انتهاكاتها، يسكت عنها أو يلمح إليها بشكل عابر، لكن كلما كانت الدولة ضعيفة أو تعتمد على الآخرين في الحصول على مواردها وفي أن يعني يستطيع شعبها أن يحيا بالأكسجين القادم من هذه الدول، يمكن أن يلوى ذراعها بحجة انتهاك الحقوق والحريات التي تنتهك في أماكن كثيرة وبشكل منتظم. هذا لا يبرر انتهاك الحقوق والحريات في الدول الضعيفة، لكنه على الأقل يوضح أن ليس هناك ميزان أو مكيال واحد للتعامل مع هذا النوع من القضايا للأسف الشديد. قال مسؤول إسرائيلي